دراسة اقتصادية مهمة انتهى منها اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة. الدراسة دي خاصة بالتوسع في زراعات غابات المانجروف على سواحل الدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي للتأقلم مع التغيرات المناخية. بتعتبر أول نموذج عملي تم تطبيقه في مصر لخدمة التعاون الإفريقي والدولي. خلونا نقرب من الصورة أكتر ونعرف تفاصيل أكتر من الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح النور، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا دكتور. دكتور، في البداية عاوزين حضرتك تشرح لنا يعني إيه هو المشروع ده وأهميته، لأنه هو بيعتبر زي ما قلنا نموذج إفريقي للتعاون ما بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي لمكافحة التصحر. خلينا أقول لحضرتك إن الاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ده مجتمع مدني تم تأسيسه في مدينة السلام شرم الشيخ في فبراير 2020، يعني تقريبا من حوالي سنتين، برعايه ومواقفه كريمه من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هدف هذا الاتحاد ان هو يضم المنظمات الزراعيه والمرأة الريفيه وشباب الزراعيين في الدول الافريقيه، وبالتالي كان مهم جدا ان احنا ناخد الدعوه لاطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمات المجتمع المدني عشان تساهم في الاعداد والمشاركه في مؤتمر قمه المناخ اللي مصر هتستضيفه في شرم الشيخ في نوفمبر القادم باذن الله. وعشان كده عقدنا المؤتمر بتاعنا في شرم الشيخ من 25 ل 27 يوليو الحالي، وكان المبادره بتاعتنا هي الاحزمه الخضراء وحمايه الشواطئ. انطلقت من التجربه المصريه اللي نفذتها مصر خلال الاربع سنوات الماضيه لاستزراع غابات المنجروف في بعض المناطق على ساحل البحر الاحمر. غابات المنجروف دي غابات مهمة جدا، مسؤولة انها بتمتص جزء كبير من غازات الكربون المسؤولة عن الاحتباس الحراري، مسؤولة عن حماية الشواطئ لانها بجزرها بغاباتها بتعمل عملية حماية للشواطئ، بيئة حاضنة ايضا للاسماك وتنمية الثروة السمكية خصوصا اسماك القشريات لان بتقبل بيئة الحاضنة للمنجروف. التجربة التطبيقية اللي مصر نفذتها وأثبتت نجاحها على مدى الأربع سنوات الماضية دي ادتنا مؤشر إيجابي لأن شارك فيها ثلاث جامعات، مراكز البحوث، محافظة البحر الأحمر، جهاز البيئة، العديد من شركاء التنمية شاركوا في هذه المبادرة اللي نفذتها مصر. وبالتالي لما عرضنا على أشقائنا الأفارقة المبادرة، لأن كان المؤتمر ده حضروا الرئيس وأمين الاتحاد والأمناء المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الاتحاد من الدول الأفريقية وخبراء ومختصين، فبالتالي كان لابد أن احنا يبقى فيه مبادرة تنطلق من التجربة اللي نفذتها الدولة المصرية على المنجروف، وبالفعل تم التوافق عليها من الناحية التنفيذية ومن ناحية التمويل ومن ناحية آليات التنفيذ، وهتتم على ساحل البحر الاحمر مصر والسودان طيب. ودول القرن الافريقي وايضا في غرب افريقيا. دكتور، حقيقه انه هذه التجربه او الدراسه او البحث اللي تم تناول مبررات اقتصاديه لتوجه نحو التوسع في مشروعات زراعه المنجروف ده طبعا نظرا لاهميته اللي حضرتك ذكرتها، بس هل ده معناه انه هذه الدراسه بتساعد على التأقلم على او مع التغيرات المناخيه؟ لاي مدى هذه الدراسه تساعد على التأقلم مع قضيه التغيرات المناخيه؟ بص حضرتك، الدراسات العلمية ودي دراسات علمية أثبتت أن غابات المنجروف بتمتص غازات الاحتباس الحراري أربع أضعاف الغابات الاستوائية. في غابات في أفريقيا بتمتص الكربون، وشفنا حرائق الغابات اللي تمت في بعض البلدان الدول الفترة اللي فاتت، وبالتالي لما يبقى عندي مساحات من المنجروف على السواحل الأفريقية دي بتعمل على امتصاص جزء كبير من غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي بتخفف من او تتكيف مع التغيرات المناخيه بجانب حمايتها لعمليات الشواطئ من عمليات المد والجزر. انت عارف حضرتك ان حتى دلوقتي عندنا في شمال الدلتا وزاره الري بتقوم بمجهودات عظيمه لعمل مسدات عشان عمليات النحر على الشواطئ، وبالتالي لما يبقى عندي حمايه طبيعيه من غابات طبيعيه بتكون التكلفه بتاعتها اقل، بيكون لها عائد بي وعائد اقتصادي اكبر. نعم، بمناسبة التكلفة الأقل خلينا نروح للجدوى الاقتصادية، لأن التقديرات الأولية لهذا المشروع من الناحية الاقتصادية والبيئية بتقترب تكلفته يعني أو بتقارب أكثر من 100 مليون دولار. إيه هي العوائد بقى اللي هيحققها المشروع ده وهتتحقق بنسبة كام في المية وخلال قد إيه؟ بص حضرتك، دراسة الجدوى والتكلفة المالية اللي إحنا مقترحينها
دي في بعد بيئي كبير جدا ما تقدرش تحسبه اقتصاديا، ولكن بتقدر تحسبه من ناحيه حمايه الشواطئ، من ناحيه البعد المتعلق بحضانات الاسماك تحت غابات المنجروف، وبالتالي ده بعد بيئي هام جدا، حمايه الشواطئ وامتصاص الكربون. صحيح. البعد الثاني الاقتصادي انه كل اهالينا اللي عايشين حوالين غابات المنجروف، سواء كان في بعض مناطق البحر الاحمر زي موجود عندنا في سفاجه وفي حماطه وفي القلعان الى اخره، وبالتالي لما انت بتقيم لهم بعض المشروعات الصغيره على هذه الغابات زي تربيه نحل العسل، دي مشروعات صغيره بتحسن من وضعهم الاجتماعي ووضعهم الاقتصادي في هذه المناطق. في بعد اقتصادي كبير جدا، في بعد بيئي ما بنقدرش نقيسه نقول قد ايه تكلفته، انما زي ما بوضح لحضرتك انما هذا المشروع من المشروعات ما يطلق عليها الاقتصاد الاخضر وايضا الاقتصاد الازرق، لانها في داخل الميه، لان كل الزراعات وكل هذه بتتم داخل الميه. خارج الميه دلوقتي بنفكر ان احنا نزرع بعض النباتات الملحيه المتحمله للملوحه، ايضا بعض النباتات لانتاج الزيوت وانتاج الاعلاف، هتبقى متاحه ايضا لزراعات المنجروف على الساحه. طيب دكتور، خلينا نعرف من حضرتك برضو المشروع ده او الدراسه دي، الحقيقه انه في ليها هدف وليها بعد زي ما حضرتك قلت بيئي وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي ايضا. ايه العوامل المفروض او الظروف المفروض توفرها مصر لزراعه المنجروف، وايضا ايه العائد اللي هيكون على مصر تحديدا ان كان بيئيا اقتصاديا او اجتماعيا؟ شوفي، خلينا اقول لحضرتك ان التجربه المصريه اللي نفذتها دي بتمويل حكومي خالص تماما خلال الاربع سنوات الماضيه، بتمويل كان من اكاديميه البحث العلمي وبينفذه وزاره الزراعه ممثله في مركز بحوث الصحراء. لما طبقنا هذه التجربه على مدى الاربع سنوات، عايز اقول لحضرتك النهارده لو حد دخل على الاقمار الصناعيه بيشوف حجم المنجروف كان من 10 سنين قد ايه في مصر، والنهارده يشوف التوسع في غابات المنجروف قد ايه، وبالتالي زادت المساحات حتى من صور الاقمار الصناعيه اللي بتوضح قد ايه التوسع في هذه الغابات. انت لما تتوسع في غابات المنجروف في بعد سياحه بيئيه هام جدا. عايز اقول لحضرتك ان محميه راس محمد ومحميه نبق لما السياحه كانت شغاله، وايضا في محميه وادي الجمال، كان تقريبا بيخش حوالي 500 مليون دولار من السياحه البيئيه المتعلقه بالمنجروف، لان السائح بيدفع تذكره وبالتالي بيدخل داخل غابات المنجروف بيقضي يوم بيستمتع. ففي بعد سياحي كبير جدا لغابات المنجروف سواء على ساحل البحر الاحمر او في محميه راس محمد في جنوب سيناء او نبق في جنوب سيناء. صحيح. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور السيد خليفه نقيب الزراعيين.